وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا اخوان احنا مستمرين في تدريب الكلب على القفز والحركات وطاعة الاوامر حتى هو بيهجم. يعني هذا الكلب اذا بكله عض بعض، لا تستهينوا فيه، انت شايفينه هيك لكن شرس، بس اي حدا يمرق مستحيل يعض حدا الا بامر مني او من ابراهيم. طبعا انا جبت هاي الوحش، شايفين هالخشب، جبت هاي الوحش اشبكها ببعض ونعملها عالية، يصير الكلب يجي يطلع ينط فوقها، لكن بدها شوية شغل. ولما ينزل جبنا له فرشة كبيرة اللي ينزل بأمان، ما يصير عنده هاي خطر. طبعا اللي بتعرف السيارات بالأخص الجبات من هان بتيجي عالية، مش كل السيارات تقدر الكلاب تقفز عليها. يعني كثير أنا بيسألوني إذا شفت كلب ضال تشرد اطلع فوق سيارة، يعني للخطورة بتقدر تطلع فوق سيارة، ما بقدر يقفز. لكن الكلاب المدربة اللي مندربها تقدر تقفز وتطولك من فوق السيارة، وكمان شوي راح تقفز لمرتفعات أكبر. يلا يلا تعال يلا تعال. تعال يلا تعال اطلع يلا 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 جيبها يلا جيب جيب ها 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 خلي. طبعا هاي القفزات بدها كلب لياقة رياضة، كلب هسه تعي خليك خليك خليك. طبعا الجيب عالي كثير، خليك خليك. طبعا الجيب عالي كثير، مش سهل تقوى عليه يزحلق، يعني بده كلب رياضي. خليك خليك.